ايه يعني في الحضانه في المدرسه لازم احافظ على السنه بتاعها ما اعملوش عمليه عشان الدوحه تغيرت دوحه بتاعها خلاص ماشي لا بنعمل حاجه بتقول لي ايه تثبته بيك عامل له ايه بتاعه كويس خلاص وفي عندي لو العيان الهيرت بتاعه بايظ عدد اللي له في فانا عايز اعمل بقى عمليه خلاص من الاخر انا ما اعرفش بقى بتاعت مشكله الكبير وفي نفس الوقت هو كده كده ايه بتاع خلاص لو العيان الهيرنج بتاعه بايظ بنعمل حاجه اسمها ميديكال لاب بريفنج خلاص عن طريق تراكس بوصلها من انر اير هي تبقى سيلكتف على الفيستيبولار سيستم وفي نفس الوقت ما تاثرش على الهيرنج خلاص زي ايه مثلا؟ زي الريبيتد انجكشن اوف ستيرويد او جينكومايسين بنعمل ازاي ان العيان بعمل له توبيكال انجكشن في ودانه بندخل سرنجة صغيرة خالص سرنجة صغيرة عن طريق الملك مندرين وبحقن الجنتمايسن خلاص ممكن اعملها ديت مرتين ثلاثة وببقى فولو اب بالبي بالبي تي اي او العيان لو جالك وش يعني انا حقنت النهاردة خلاص مثلا بعد ثلاث اربع ايام بدا يجيبه تاني بس ما عادش حقن تاني الوش زاد لو عنده هو بدا يخش لو الهيرنج بتاعه بدا يقل ممكن الجنتمايسن هيدخله في ايه؟ سنيورا احنا لسه اتكلمنا قلنا الجنتمايسن ده مشكلة خلاص فانا برضه ببقى ايه مع العيان مع بعض لو حصل في مشكله ما اعرفش احكم فيها. في ناس بتحكي ديكادرول خلاص بهدف ان هو انتي انفلاماتوري فهيقلل الانفلاميشنز اللي موجود فهيقلل البرد خلاص ده حاجه. ده نوع من انواع الايه الميديكال بس هي ميديكال او ديكومبريشن اوف ذا انفلاماتوري سات. الانفلاماتوري سات دي موجوده في المسكويت. دي هي لو انا عملت بروك ترانسفيت مشين في الاير سيلز بتاعت المصفوفه كلها هلاقي البيز بتاعت المصفوفه دي حته العظمه دي لو انا شلتها حته معينه لو انا شلت المكان ده هلاقي تحت على طول الانتريفيتك سات فانا لما اشيل العظمه دي يبقى انا عامل حاجه اسمها الانتريفيتك سات دي كومبريشن بدي لها مساحه ان هي تتمدد فيه فما انا عايز اخش في مشكله دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانت بتتعمل ايام زمان ممكن اعمل شنط ماشي اركب انبوبه شنط بدل ايه الليمفاتيك سات في المسكوت بس ان اول ما كميه الفلويد تزيد تفضي المسكوت على طول العين ما تخشش في اساس اول واحد بتاع اخترع على فكره الجراحه ديت اللي بقى مهمه قوي قال لك نعمل ايه؟ قال لك هجيب دبوس ماشي دبوس واحطه كده بين الليمفاتيك سات او احطه عند الانر عند الاومال مثلا خلاص واول ما الممبرين يستن ده اللي هيحصل ده بوست هيفرق عن الممبرين قبل ما نوصل للمرحله اللي تخلي العين تجيبه وبعدين بمجرد ما الفلور هيرجع يشرب تاني والممبرين السابق هيقل هيكون امتى تاني وهكذا لكن نقدر المشكله دي ان العيان بيخش في ايه؟ سنس اليورا مع الوقت العين بيخش في سنس اليورا فدي كانت من الحاجات اللي بتشتغل في الميه ايه معلش بتتعمل دلوقتي احنا بنعمل حاجه اسمها ميديكا وبنعمل ايه؟ زي ما قلنا بنجيكشن للجنتومايسن او بنعمل اندولمفاتيك ساك ريكومبريشن. الاحسن منهم بقى ان انا بعمل حاجه اسمها سيلكتيف فيستيبولار نيوريكتومي. خلاص؟ ان انا بدخل على الانترنال اوديتري كانال مباشره واجي على الفيستيبولار نير مش هو اللي عامل لي مشكله؟ هو اللي بينقل الامبلس. طب هو اللي بياخد الامبلس من الفيستيبولار سيستم اللي موجود في الانر اير وصله للمخ. فانا هريحه خالص هدخل على الفيستيبولار نير كده سيلكتيف واقوم ايه؟ اصلا رايح العين المشكله دي تمام الريسك هنا مشكله ان انا لو مستيك بقى ممكن اخد الجيش تاني طبعا مع كده بتعمل قصه كلام مش فيها ايه الشجره الكوبيا الفيشيا الاثنين بيستيبلا بتاع السبير والكيلو بيستيبلا وفي عندي الكوبيا والفيشيا هم الاربعه ماشيين كده بالمنظر لو انا دخلت بقى وقلت اه هو ده بيستيبلا متقصص وطلع الفيشيا فالمهم ان انا لازم اكون عارف الاناتومي لان يعني الاربعه بيبقوا ماشيين جنب بعض خلاص او اوصل كوبلي يبقى انا خليت ضيعت السمع وما عرفتش كمان الافضل ان اصصهم بالاربعه عشان اخلص على المشين واصص بالاربعه ماشي يبقى بنعمل سيلكتيف فيستيبولار نيوريك خلاص لو العيان ما بيسمعش اصلا وودنه ما بيسمعش بيها بنعمل حاجه اسمها ايه لابرنتكتومي بخش بقى ليها طريقه معينه كده بنسميها ممبرينس لابرنتكتومي ان انا بدخل الميدل اير بعدين من الراوند ويندو كده بهوك واقوم عامله كده اهو وموصله من جوه الويندو. ما انا فتحت الميديكال كلها بقت ايه؟
كافيتي واحد كده جوه، ما عرفش يحصل بقى ايه مشاكل خالص. يعني كده عملت ميمبرينس لابنتريك، انا شلت الميمبرينس لابنتريك كله كده بالهوك واقوم مطلعه خلاص. مشكله الميمبرينس لابنتريك ان هو في الغالب ان انا لو ما شلتش الميمبرينس لابنتريك كله او الفيستيبيول نفسه كله هيرجع تاني يجمع، والعين هيرجع تاني يجي له ايه فيرتايجو. في عمليات يعني هو في الغالب كده بقول، لما تلاقي حاجه ليها اكتر من طريقه علاجيه اعرفوا ان مفيش حاجه فيهم 100% خلاص. يعني مثلا التنتس ازاي؟ الوش، عشان كده بنقول مشكله التنتس. التنتس العين ده بيقعد يلف ليه؟ لان هو بيجي لي بقول له خد كذا، وبعدين بيروح لفلان يقول له خد كذا، وفلان يقول له ركب سماعه، وفلان يقول له في جهاز. كل واحد من دول لو كان اثبت كفاءته ما كانش فيه ميني لاينز اوف تريتمنت، صح؟ مش كده؟ يعني لو مثلا السماعه او العلاج الفلاني ده بيحل المشكله، ما كنتش بقى هتلاقي ناس تركب سماعات، مش هتلاقي ناس تركب اجهزه الفايبريتور، مش هتلاقي ناس تركب اجهزه مش عارف ايه الكلام ده كله، خلاص؟ فكون ان في حاجه ليها اكتر من لاين اوف تريتمنت يبقى انا اعرف ان الموضوع ايه؟ دكتور هو الميديكال ده مش هو كده عامل بيسوع عشان انا اخدت الدواء يعني مش انت مثلا هو بيس انا بحقنه السوبيكال ما بديهوش السيستميك هو بيبقى اندر مونيتورنج انا مع العيان لو حصل لك مشكله مش هيكمل حق هو ايه الهدف بقى من الهدف منه ان انا بموت في فرق في الدوز بين الدوز اللي بتموت الفيستيبولار نيورو ابيثيليوم واللي بتموت الكوكليار نيورو ابيثيليوم خلاص. فالهدف ان انا مدي جنتا مايسن يخش سيلكتيف على الفيستيبولار يموته ويفضل الهيرنج شغال. هو لما يبدا يحس بمشكله بالهيرنج بوقف ولا بوقف انت؟ اه لما يحس بالتنتس يقول الوش زاد هيقول الوش بيزيد وحاسس ان سمعه تقف يبقى انا اوقف انا ما اقعدش احقنه تاني. هو احنا ممكن نتعامل بطريقتين، يا اما انا بركب هوايه فنتليشن تيوب بركب هوايه جوه ودنه وبنقط انا اقطه نقطتين وخلاص كل ما يجي له الاتاكس او كل اسبوع بنحط نقطتين وخلاص ماشي. مش ممكن وقت كده ممكن يجي على يعني ايوه ما انا بقول لك ممكن عادي يعني انت جيت مثلا من فيرست دوز ضايع كده خلاص. فيعني هي حاجات انواع من المعدات دكتور طيب الازيثروميسين والكلاريثروميسين برضو يعني اوتو توكسيك برضه شبه الجنتامايسين مش هو الجنتامايسين باي ذا نيم في مشكله خلاص. في ناس بتتكلم على التوبيكال دروبس اللي فيها التوبرامايسين واللي فيها زي التوبراديكس والكلام ده اللي احنا بنديه للعيانين اللي عندهم كرونيك اوبيتس مين عامل فيه عنده برفوريشن كده خلاص. واحنا دايما لما بيجي عيان عنده برفوريشن بنقول له ياخد توبيكال دروبس يحطها في ودنه. في ناس بتتكلم ان التوبرامايسين ده نفسه او لو التوبرادكس اللي هي نقطه التوبرادكس اللي احنا بنستعملها في ودن العيان ممكن تدخله في سيستم نيورو خلاص. الحاجه الثانيه بناين باروكسيسمال بوزيشنال هيرتايتل موجود عندكم ولا مش موجود؟ مش موجود. هو فكرته ايه؟ انا عندي في حاجه اسمها لو احنا يعني لو احنا فاكرين الاناتومي لو احنا فاكرين الاناتومي ده سؤال عندنا في المنصات كل سنه وسنه اللي هو سهل جدا وحاجه بسيطه يعني مش فاكر الفكره فيه ايه؟ اللي مش موجود في الكتاب انتم يعني غير مطالبين بيه انا بس بقول لكم كان عامل يعني كلام مش موجود خلاص ما تقدرش ان احنا جايبين حاجه مش موجوده. الفكره فيه ايه؟ ان هو من الحاجات الكومون جدا اللي بتدخل العيانين في احنا قلنا ان المنيا ده فيرست كومون البناء الرئيسي ده السكند كومون. موجوده المهم يعني البرايمر سيزمال بوزيشنال فيرتايجو باختصار فكرته ان العيان هو اسمه بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. يعني ايه؟ بناين باروكسيزمال يعني بيجي اتاك بتبقى خفيفه وبتحصل في الباروكسيزم يعني مش كنتلو خلاص ده اللي اسمه بناين باروكسيزمال. طب كلمة بوزيشنال معناها ايه؟ في بوزيشن معين خلاص؟ العيان يقول لي ايه؟ يقول لي انا لما انام على السرير لو اتقلبت الناحية اليمين يجي لي الفيرتايجو او الفيرتيجو، لو اتقلبت الناحية الشمال ما يجيليش حاجة. عيان تاني يقول لك لما اجي اوطي للسجود الاقي الفيرتيجو يجي. لو رفعت حركت دماغي في اي اتجاه ما تحصليش اي مشكلة. فكلمة بوزيشنال ان هي بتيجي في سيرتن بوزيشن خلاص؟ يعني عيان في اتجاه معين لما حرك راسه في اتجاه معين بيجي له الفيرتيجو. طب الفكره في ايه؟ لو احنا فاكرين بقى من ايام زمان انا مش عارف برضه موجود عندكم في الاناتومي ولا لا. معايا؟ طيب الفكره في ايه؟ ان انا لما يكون العيان انا عندي في حاجه اسمها الفوتوبيت.
عارفين الكريستا والماكيو؟ عارفينهم؟ هم ايه بقى؟ بتوع ايه؟ تمام. ها ماشي قول بقى. في حاجة تشوف بقى فيها فوتوليث. المهم يعني الفكرة في إن أنا في عندي طبعا عندي هير سيلز خلاص وفي فوقها إيه؟ جيلاتينس ماتيريال صح؟ مش كده؟ الجيلاتينس ماتيريال ديت بيبقى فيها إيه؟ كالسيوم كريستلز كريستلات صغيرة خالص كده عشان تديها الثيكنس بتخليها إيه؟ تتحرك مع حركة الفيلم خلاص؟ لو الاوتوليث ده خرج من مكانه هيبدا يعمل سيميليشن في اي اتجاه بقى ما عادش مرهن على حركه الايه؟ الجيلاتينس ماتيريال اللي موجوده في الاوتوليث خلاص؟ طب ده بيخرج من مكانه ليه؟ ممكن نتيجه تروما بتخبط خبطه جامده فيبدا بعض الكالسيوم كريستالز دي تخرج اسمها اوتوليث تخرج من مكانها خلاص؟ او او نتيجه نتج يعني مع السجن كبير مع الكلام ده كله تبدا يعني بعض الحاجات تخرج من مكانها وتعمل مشاكل. فالكومنس سايت هي البوستيريور سوبرا كمان هي بتحصل فيها المشكله دي دايما. الفكره فيه بقى يقول لك العيان انا لما بيتحرك في حركه بوزيشن موازي لحركه الكنال اللي فيها المشكله بيبدا العيان يحصل له ايه؟ الفيرتيكو. خلاص ماشي؟ يعني دي كلمه بنعمل على السيستم الدسوري. قال لك الفيرتيكو بيشن دي كالسيوم بارتيكلز ار ديسبليسد فروم سبيس انا اوتوليتيك من برين تمشي بقى فري في الاندولين فتبدا تعمل ستيميليشن للقدرة والماكرة فتبدا العيان تخش في الايه في الديفينيشن الساين الكلينيكال بيكشر من الاسم المرض خلاص قلنا عن العيان بليلو قلنا باروكسيزمال يعني ايه الكرنت اتاكس مش كده فيرتيجو بريسبتيد باي سيرتن بوزيشن خلاص ده من الاسم المرض نفسه تمام الاكسبيديشن بنعمل العيان ده الاستاموجرافي بلاقي فيه عنده بوزيتيف بوزيشنال تيست اللي بنسميه ديكس هيل باي تيست خلاص ديكس هيل باي تيست معناه ان هو بيعمل تيست معين يعني تيست في كل كنال يعني انا حركه اللي احرك هنا في اتجاه معين طبعا بس معايا هم اكثر خبره في الموضوع ده عندنا ان انا بعمل كده بيقول لك العيان مثلا قايل دماغه كده وبعدين اوقف بسرعه من دماغه ناحيه الشمال يبقى انا كده حركت في حركه موازيه للبوستيريوس والسوبرا كنال لو انا عملت الحركه دي والعيان جاله فيرتيجو مع الحركه دي يبقى في عنده ايه؟ كمان باروكسيزم ريليتد للبوستيريور كنال. لو انا حركت دماغه باتجاه معين موازي للاتر سنسيكولار كنال وحصلت الفيرتيجو لما باخد هذه الحركه يبقى انا في عندي كمان باروكسيزم بوزيشن فيرتيجو ريليتد دي للاتر سنسيكولار كنال خلاص فهم بيعمل تيست للثلاثه كنال دي كلهم خلاص. فمن هنا بيشخص الكنال اللي فيها مشكله ايه وفي نفس الوقت ممكن يعمل حاجه اسمها ريبوزيشننج مانوفر ان انا بقى بعمل له برضه شويه حركات اكروباتيه كده اعمل في دماغه كده المهم ان انا ارجع الكالسيوم كريستالز لايه؟ لمكانها تاني خلاص؟ فهي منها دايجنوستيك عارف ان المشكله خلاص في اللاتف بوستيريو سنسيتيف كانال وفي نفس الوقت بعمل حاجه اسمها ايه؟ ريبوزيشننج مانوفر لان انا الكالسيوم كريستالز اللي خرجت من مكانها دي فانا بعمل شويه اتجاهات وحركه في الراس بحيث ان انا ابدا ازحلقها من المكان اللي خرجت منه وايه؟ وترجعه تاني خلاص ماشي؟ يبقى بعمل العيان ده الاستاكوجرافي بلاقي فيه عندي بوزيتيف بوزيشنال تيست المانجمنت بتاعه بعمل بوستيريور ريهابيليتيشن اللي هي ريبوزيشننج مانوفر ان الكالسيوم كريستالز اللي كانت خرجت من مكانها بعمل لها برجعها لايه لمكانها تاني. السيرجيكال تريتمنت بنعمل حاجه اسمها سنجولار نيوريكتومي. اللي انت محتاجه لو انا عملت العيان بوستيريور ريهابيليتيشن وعملت له ريبوزيشننج مانوفر وما تحسنش وفضل الفيرسيكو موجود مع الفيرسيكو موجود مع اكثر من ست شهور بنعمل حاجه اسمها سنجولار نيوريكتومي. احنا قلنا الموست كومن انهي واحده؟ فبيصيروا دول وجدوا ان في نيرف بيروح لها مخصوص. يقول لك يغذيها مخصوص اسمه سنجولار نيرف. ده بانش بيبقى طالع من السنجولار نيرف بيروح يغذي المكان ده مخصوص. احنا انف اذن. معانا يعني؟ انت جاي تقول ده محمد تاني عشان تبص فالسنجولار نيريكتومي ان انا عندي السنجولار نيرف ده مخصوص بنزل البوستيريور سنسيبر كنال فانا اخش عليه واقول لهم عليه اصلا خلاص فده بنسميه سيلكتيف سنجولار نيرف نيريكتومي برجع السنجولار نيرف اقصه عشان اضيع المشكله من جوه. من الحاجات الكومن قوي برضه حاجه اسمها فيستيبولار نيورايتس. احنا كده خلصنا من البي بي دي اتش بي بي في خلاص
من الحاجات الديزيز بقى اللي مشهوره احنا كده خلصنا الانر اير، احنا قلنا ايه هنتكلم على الانر اير صح؟ بعدين قلنا هنتكلم على النيرف مش كده؟ وبعدين قلنا هنتكلم على تيومرز اوف ذا ميدل اير، دي مش حاجه بتاعتنا. احنا خلصنا الانر اير قلنا اهم حاجه فيها ايه؟ النير والبنايم بروسيزمال بوزيشن بتاع الكتاب بقى ما تخشوش في الكلمه لان انا بقول كده خلاص؟ المنير البناين باروكسيزمال بروسيزمال دول الايه بتوع الانر ايه خلاص. هنتكلم على النيرف، النيرف نفسه اكتر مشكلتين بيحصلوا في النيرف حاجه اسمها اكيو فيستيبولار رينايتس والحاجه الثانيه اللي هي الايه الاكوستيك نيوروما تيوب خلاص. الفيستيبولار رينايتس ده بيجي عامل زي دور البث، زي دور البث عيان او الشخص ده يبقى نايم كويس خالص عارف كويس ويصحى لا عنده كتير فيرتو وتدنس وفوميتنج يعني بيبقى بشكل فظيع جدا خلاص. يعني هو ده تشخيصه، يعني عايز يقول لك ايه انا فجاه جالي دوخه شديده جدا مستمره مش على قد المنير، المنير زي ما احنا قلنا ايه ممكن يقعد مينتس تو اورز لكن ده ممكن يقعد دايز يعني عنده لدرجه ان هو مش قادر يقوم من على السرير عشان يروح حتى الشغل بتاعه او حتى يلف خلاص. كل ما يقوم يحس ان الدنيا ايه عماله تتفضل ده اكيو فيستيبولار خلاص. زي ما قلنا اهو صدر سيفير فيرتيجو فور فيو دايز يفضل المفروض معاه لايام مش مجرد ساعات او دقائق. العين ده لو انا ما عملتوش اسبوع 10 ايام ما كنتش بره كل اللي انا بعمله او انا بعمله ولا الراجل انا بديهوله عشان ما يحسش بالفوميتنج والدوخه ديت لفتره طويله فانا بدي اكل الليفت وبدي السوبر سيزونز عشان اهدي بس موضوع الايه معلومة مهمة جدا معمولة بالبوم مش كده؟ نو هيرنج لوس. في سؤال بقى غريب كان حد كده كده او كاتب بقى ايه؟ فيرتيجو ويز هيرنج لوس وفيرتيجو وداوت هيرنج لوس. انيوميريت ديسكس خلاص؟ فانتوا اقعدوا وجمعوهم كده. في عندي حاجة اسمها فيرتيجو ويز هيرنج لوس وخدنا عليها اكزامبل زي ايه؟ المنير صح؟ مش كده؟ قلنا المنير وفي عندي فيرتيجو وداوت هيرنج لوس زي ايه؟ ها؟ بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو احنا ما جبناش سيرت الهيرنج لوس صح؟ قلنا بس فيرتيجو بس وعندي الايه؟ الاكيوت ستيبلر بيورايتس خلاص ماشي؟ ده كده سؤال كده ساعات ماشي؟ يبقى معلومه مهمه جدا ان الستيبلر بيورايتس ما فيش معاه ايه؟ هيرنج لوس تمام؟ تاني عشان نزلنا قلنا احنا خلصنا الانر اير، الانر اير قلنا في عندنا الانر اير احنا قلنا بنحط ثلاث اجزاء في جزء مخصوص الانر اير وقلنا في سمتين اثنين قلنا الانر وقلنا بعد كده بنعمل مخصوص من جزء الانر اير. بعدين تاني حاجه اتكلمنا على النير، النير نفسه في اثنين ديزيز مهمين نعرفهم، حاجه اسمها الاكيوت سيلولارايتس والحاجه الثانيه اسمها الاكوستيك نيورون. التيومر طبعا ايه الاكوستيك نيورون هنا السيلولارايتس عامل زي دور بارد خلاص بعدين ينام يصحى عنده سفير وبرتبه يقول لك انا فجاه كده جالي دوخه شديده ترجيع مش قادر حتى يعني اسند دراسي كده واقوم على السرير مش قادر اقوم على السرير خالص ماشي. ممكن يكون فايرال انفكشن خلاص بيجي فايرال يعمل فيستيبولار بلورايتس ده الكلام اللي بيتقال ان هو فايرال انفكشن لكن برضه ثيوريز كلها مفيش حاجه ابسولوت خلاص. عشان كده في المانجمنت بتاعه احنا في البراكتس انا مش عارف هو مش مكتوب لكن في البراكتس احنا بندي انتي فايرال يعني انا في الشغل البرايفت في الشغل الكلينكس بندي انتي فايرال بدي ستيرويد وفيستيبولار سيرفيسز للعيان ده. طب انتي فايرال بس خلاص؟ الاسايد اوف ليه؟ Thank you.
مش ما كانش لسه بتاع بس مش هو بيفضل ممكن ماكسيمم 10 دايز لو انا ما عالجتوش يفضل 10 ايام عنده فيرتيجو وبعدين بالتدريج هتلاقيه بيقل بيقل في خلال اسبوعين بيكون راح. الانفلونزا ايه؟ الانفلونزا بتبقى فيروس الاول صح؟ الفيروس عند العيان ده لو ما دخلش في سجن البكتيريا الانفكشن خلال 10 ايام كده اهو الانفكشن ده كان جديد وقت الفيروس الانفلونزا كان بيقول للعيان ايه المانجمنت بتاعه ايه؟ فلويد انرجيزيك ودي كونجيست مش في انتيبيوتيك ولا في انتي فايرال خلاص ليه؟ لان هو المبلس معروف ان هو ليه سب تايبس كتير فمش كل الحاجات بتشتغل عليه مش كل الانتي فايرال لكن هنا سيلكتيف ممكن الهربس هو يكون السبب في ناس بتكتبه وفي ناس ما بتكتبوش عشان كده هو مش موجود في المانجمنت خلاص يعني تمام وزي ما قلنا ان هو من المعلومه المهمه جدا ان هو مش فيه ايه وانا بقى في سؤال بنساله دايما كده بنساله في الشفوي او ممكن تلاقيه في امتحان المريض فيرتيجو وهيرنج لوس وفيرتيجو وداوت هيرنج لوس ايه الحاجات اللي بيبقى معاها فيرتيجو ومعاها هيرنج لوس يعني افكت الفستيبلر سيستم وافكت الكوكليا نفسها وخدنا اكزامبل زعلان عندك ده بالفعل فاكر لما كنت فاهم حاجات دي بتعمل فيرتيجو وكان عايز اعمل هيرنج لوس وقلنا عندنا ايه كمان؟ مين؟ النهارده تمام؟ الفيرتيجو وداوت هيرنج لوس خدنا ليهم مثالين لو العيان بعد من ال 10 ايام اسبوعين فضل في عنده فيستيبولار مانيفستيشن لسه في عنده ديزنس بيعملوا له تمارين ريهابيليتيشن للفيستيبولار سيستم بحيث ان انا اعمل رابت ريكفري عشان ما اطولش اكتر من كده. خلاص بنسميها تمارين تزايد. الحاجه الثانيه الاكوستيك نيوروما. الاكوستيك نيوروما هي في الحقيقه شوانوما. ماشي بس هي عشان جايه سيلكتيف على نيرف معين فبنسميها الايه؟ الاكوستيك نيوروما. بتبقى جايه من ايه؟ بتبقى طالعه من الشوان سيلز اللي بتغطي الريكفري للفيستيبولار نيرف. خلاص كمل كروما. دي شوان سيلز اوف ذا فيستيبولار ديفيجن اوف ذا فيستيبولار كوكليار نيرف. طبعا من اسمها شوانوما يعني حاجه بنايت. ماشي؟ والحاجه البنايت معروف ان هي ايه؟ بتكبر شويش. صح؟ الماليجنت تيومر يزيد بسرعه يعني ممكن في خلال شهر شهرين بلاقي الدنيا بقت ايه؟ هيوج سايز تمام؟ لكن الاكوستيك نيوروما والسيبر شونوما بتكبر بشويش يعني النمو بتاعها الجروس بتاعها بطيء. طب انا بقول لكم المعلومه دي ليه؟ لان احنا هنستفيد منها في حاجات كتير جايه دلوقتي. خلاص؟ هو تبقى طبعا من شويه سيلز اللي حوالين السيبر نيرف. السيبر نيرف طبعا زي ما احنا عارفين هو يعني بيبقى موجود جزء منه في الاكسترنال ريستر كانال صح؟ وجزء منه موجود فين؟ التراكيليا. ورايح حته اليوتس الموجوده في البرين ستيم خلاص فممكن التيومر داخل الجايب بيطلع ناحيه الانترنال اوبستيك كانال في جزئين يا اما يكون اكتر تيومر اكتر لاترال يعني ناحيه الانترنال اوبستيك كانال اكتر او يكون التيومر نفسه كسايز اكبر ناحيه الايه؟ الانتراكرينيال ومن هنا بيجي فرق السيمتومز يعني فرق السيمتومز بين النوع ده وبين النوع ده على حسب البوزيشن او مكان التيومر نفسه لو هو اقرب للانترنال اوبستيك كانال بيجي سيمتومز ليها علاقه بالستراكشرز اللي موجوده في المكان ده اللي هم ايه؟ عندي الكوبير نير وعندي الفيشر نير وعندي السيبر نير في المكان ده خلاص؟ لو هو اكتر من السي بي اي انجل او اللي هو اكسترا كرينيال النيرفات الثانيه بقى اللي هي ليها علاقه بالمكان ده الفيست كرينيال نير بس اول نير بيتطرف في المكان ده خلاص؟ فعلى حسب مكانه بقدر احدد نوع التيومر. الاكوستيك نيوروما انا برضه مش عارف موجوده ولا لا ممكن تيجي لوحدها يعني نيرف لوحده يونيلاترال حصل فيه المشكله دي فبنسميها اكوستيك نيوروما او از ا بارت اوف سيستميك نيوروماز موجوده في الجسم كله زي في حالات النيورو فايبروماتوزس تايب 2 باجي ابص على العينه هو الكافيه يقول لي باتشز بنلاقي العينه دي عامله مالتيبل سوينجز كده على كورس اوف نيرفز بيبقى الجسم كله مليان شوانوماز اللي هم البريفرال نيرفز خلاص وفي الوضع ده بتبقى بايلاكتر يعني الكوكليا في الناحيتين بيبقى فيهم اكوستيك نيوروما يعني ممكن يكون ده معظم الحالات او يكون في اذا بارت اللي هو نيورو فايبروماتوزس تايب 2 بيبقى الاثنين فوق فيستيبولار نيرف عليهم زيرو خلاص ودول برضه بيبقى ليهم امباكت بعد كده لما نيجي نتكلم على الهيريك تمام طب ايه الكريتا بيكشر اللي متوقعينها ايه؟ ده بنقول
بتاعنا زي ما قلنا كنا انا عندي غير متقسم لجزئين، في جزء ادي موجود جوه الانترنال جزء الكلام ماشي، في جزء موجود انتركرينيال يعني الجزء اللي هو بقى ايه الحته دي بنسميها السيريبيلو مونوفاين انجل، دي حته مزنوقه كده بين البرين ستيم والسيريبيلا والبون اللي هو الجزء من البرين ستيم خلاص، فهي اسمها السيريبيلو مونوفاين انجل حته مثلث كده مليانه نيورولوجيكال ستيم، فهنا يكون المشكله هنا او تكون هنا وعلى حسب مكان التيومر بقى هو اقرب للانترنال ستيم كده هيجي لي سيمبتومز، ولو هو اقرب للسي بي اي انجل هيجي لي ايه سيمبتومز ثانيه خالص تمام. ايه السيمبتومز اللي نتوقعها هنا؟ هيبقى في عندي هيرين بلس ممتاز، ايه في كرايتيريا للهيرين بلس ده؟ تمام سنسوري نيورون، ايه كمان؟ بروجريسيف صح؟ ليه؟ لان التيومر بيزيد كل ما هيكبر هيضغط على الكوكليار نيرف مش كده؟ وكل ما هيضغط على حسب بقى ضغطته على الكوكليار نيرف تبدا بعد الفايبرز تموت، وبعدين فايبرز اكتر تموت، وبعدين فايبرز اكتر تموت لحد ما يعني يخش في ايه؟ كومبليت كومبليت لوس خلاص، يبقى في عندي بيبقى بروجريسيف ممتاز. ايه كمان؟ ممكن يجي العيان ديفيشيال نيرف باراليسيس وبتبدا الاول على شكل فيشيال كيكس او تويتشز خلاص، يقول لك انا دي ساعات تحس ان العضلات بتاعتي مش كده يعني تقص كده وبعدين تروح خلاص، وبعدين يخش في فيشن جيم بالانس زي ما اتفقنا هو برده مش بيجي يقطع نيرف مره واحده، بيعمل كومبريشن 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 لحد ما يعمل ايه كومبليت بريشر على النيرف خلاص. ايه كمان؟ تنزس ده ليه علاقه بالهيرنج لوس خلاص، والتنزس ده دايما بيكون الفيرست سيمبتومز او الايرلي سيمبتومز للعيان بتاع الاكوستيك نيوروما، اعمل له ايه اسلم عليه هيدنج كويس، بعدين هو بيشتكي من تينيتس، بعد شويه بلاقي في حاجه اسمها هاي فريكونسي سنسور نيورال هير بلس، بيبدا الهاي فريكونسي بس هي اللي تبدا تقع لكن اللو فريكونسي بتبقى نورمال، في عيانين كتير بيبقوا مزد مزد من التشخيص زي ما قلت، بتبقى العيان بقى بتاع التينيتس اللي هو ماشي بالفايل بتاعه ده بيقعد يلف 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 وفي الاخر حد كده يقترب يقول له يا عم انا ايه عملت ايه؟ بعد ما انت عملت ايه؟ وعملت ايه السنه؟ وعملت سي في وعملت واختبار اتزان واختبار ما عملتش ايه؟ ما عملتش ايه؟ ما عملتش ايه؟ خد بقى عامل ايه؟ الام ار صح؟ يروح يعمل الام ار اي يفاجئ بقى ان هو بقى في بطيخه موجوده جوه ودنه هي عباره عن ايه؟ خلاص؟ فمن الحاجات اللي بتبقى مثل التنتس اللي هو ايه العيال اللي بيقعد يلف خلاص؟ طيب يحصل فيه فيستيبولار مانيفستيشن ولا مش بيحصل فيستيبولار مانيفستيشن؟ ليه بقى؟ بالظبط هي دي المعلومه اللي احنا قلناها، هو بيبقى سلولي جروي، احنا عارفين ان الفيستيبولار سيستم من المميزات بتاعته اللي هو السنترال كومبنسيشن، بيبقى في عندي كومبنسيشن، انا دلوقتي يعني بضغط على النت بشويش فما يتاثرش، اضغط عليه بشويش كمان مجرد ان عندي ايه عندك هزه، ساعات كده بحس بهزه بسيطه يعني حاجه بسيطه جدا، فالفيستيبولار نير من الحاجات اللي العيان صعب قوي ان العيان الاكوستيك نيوروما يجيله فيستيبولار نيورونز. امتى تحصل بقى قصدي فيرتيجو؟ امتى تحصل؟ مش عارف برضه معلومه موجوده ولا بس للعلم يعني كأي تيومر تاني في الجسم، احنا برضه لما تيجوا تاخده بعد كده في الجراحه والكلام ده يقول لك ان السيمبتومز بتبقى ماشيه كلاسيك لغايه ما يحصل ايه؟ هيموريش. لو حصل هيموريش جوه تيومر صح؟ لو حصل هيموريش جوه تيومر ايه اللي هيحصل؟ حجم التيومر هيكبر بسرعه. يبدا يديني بقى سيمبتومز مختلفه عن الكلاسيك سيمبتومز. خلاص ماشي؟ ما تيجي بعد كده لما تفوت في اي تيومر صغير. يبقى قلنا في عندنا ميني لاترال ريزيستنس تينيتس وقلنا ده الايرليست سيمبتومز. تاني حاجه العيان سلولي بروجريسيف سنسوري نيورال هير جروس وعرفنا السبب بتاعه ايه؟ الفيستيبولار مانيفستيشن قلنا بس يحس بايه؟ بعدم اتزان بسيط لكن في الغالب لان هو سلولي جروينج تيومر وبيبقى في عندي سنترال كومبنسيشن العيان ما بيحسش بالايه؟ بالبلد. طيب دي حاجه اسمها ايثولوجيكال مانيفستيشن يعني لما يكون التيومر اقرب للايه؟ الانترنال ديتري كانال تمام؟ طب لو التيومر اقرب للسيريبيلو جوناتاين انجل سنترال كومبنسيشن احنا لما نفتكر كنا بنذاكر لما ذاكرنا اللابرنتايتس فاكره اللابرنتايتس؟ لابرنتايتس صح؟ كانت لابرنتايتس ولا كانت ايه؟ لابرنتايتس لما كنا ذاكرنا اللابرنتايتس قلنا اللابرنتايتس ديت ديفيوز لابرنتايتس بتأفكت الهيرنج وتأفكت الايه؟ الفيستيبولار سيستم. اللابرنتايتس نوعين سيرس وسبرتيف، قلنا اللابرنتايتس السبرتيف تايب بيبقى ايرفيرزبل
دي معلومه احنا قلناها من المره اللي فاتت، من المره اللي قبل اللي قبل اللي فاتت، قلنا بيبقى ايه الريفرسبل؟ الريفرسبل معناه ان انا عندي بيحصل عندي بيرمننت سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيستيبولار افكشن. وعملنا كده بين قوسين، قلنا هل العيان هيفضل طول عمره عنده فيستيبولار افكشن؟ قلنا لا. لا ليه؟ لان انا بيبدا السنترز بتاعت الفيستيبولار سيستمز اللي موجوده في المخ هتنجلكت الاير دي خالص، هتلغي الودن دي وهتعتمد على الايكوليبريم بتاعها، على الودن الثانيه السليمه وعلى بقيه الاورجنز اللي مسؤوله عن الايكوليبريم اللي هي البروبريسبتيف ريسبتورز اللي موجوده في الجوينت والاي. تمام؟ فمعنى كلمه سنترال كومبنسيشن انا الودن دي ما عادش بيجي لي منها امبلس فهلغيها خالص، هلغيها من حساباتي ما عادش هعتمد عليها وهعتمد على بقيه الحاجات في الانبوت اللي بيجي لي عشان، وبالتالي العيان بيسميه سنترال كومبنسيشن خلاص مخه بدا يتاقلم ان دي ما عادش بيجي منها امبلس فهنجلكت خالص واستعمل بقيه الايه؟ الحاجات الثانيه. تمام؟ طيب النيورولوجيكال مانيفستيشن بقى لو التيومرز اقرب للسيربيلو بنطاين انجل ماشي؟ ايه النيرفات اللي موجوده هناك؟ النيرفز اللي موجوده هناك في عندي 5 و7 و10 و11 و12 كل النيرفز وهي خارجه من البرين ستيم كده ونازله تخرج، كل واحد يخرج من الفورم بتاعته في السكالب بيعدوا في الايه؟ في السيربيلو بنطاين انجل. اول ريفلكس بي لوست هو الايه؟ كورنيال ريفلكس. ليه؟ لان الترايجيمينال نيرف سنسيشن، انا المفروض ان انا لما بعمل تاتش الكورنيا بيحصل ايه؟ بلينكينج صح؟ عين الشخص تقفل، انا بيبقى الافرنت عن طريق 5 والافرنت عن طريق 7 خلاص؟ 5 هنا بدا يحصل له افكشن نتيجه ده اول سيمتومز بيبان على العيان، اول ساين سوري او ريفلكس لوست هو الكورنيا ريفلكس. اعمل تاتش للكورنيا العينيه ما تتحركش ما تقفلش خلاص؟ ده معناه ان الترايجيمينال نيرف بدا يبقى ايه؟ بدا يبقى افكتد. غير بقى لما يجي العيان يقول لك انا حاسس بقى تنجلنج ونمبنس في النص ده، ما عدتش حاسس بالجلد في المكان ده كله، ده منطقه الغازيه تراجيمينال خلاص؟ تيجي يقول لك انا لساني معوج كل ما اطلعه بيتعوج ومش عارف انضغ الاكل، يبقى انا عندي الكرين نيرف رقم 12 حصل فيه مشكله. تمام؟ كل نيرف بقى وعلى حسب هو بيسميه ايه، لكن الفيرست ساين هي لوست كورنيال ريفلكس، دي بدايه معناها ان بدايه النيرف رقم 5 بدا يأثر خلاص؟ دي اول ريفلكس بيلوست. طبعا السيرفيلر مانيفستيشن زي ما قلنا المره اللي فاتت بيبقى في عندنا اتاكسيا وديسمتريا والحاجات اللي احنا كنا قلناها المره اللي فاتت مع الساينز اوف انكريز انتركرينيال تنشن، لان كل ما التيومر هيكبر كل ما هيديني السيمتومز اند ساينز اوف انكريز انتركرينيال تنشن. تمام؟ طيب نشخص العين ازاي؟ طيب صح؟ نعمل العيان ده راديولوجي. انا شكيت ان العيان فيه عنده مشكله هوديه يعمل ام ار اي، هوديه يعمل سي تي سكان، وهلاقي عندي تيومر حاجه مضطرمه موجوده على الجهاز، الكورس بتاع الجهاز بعرف ان هي دي فيستيبولار شرايين. هي ليها كاركترستيك ساينز كده موجوده في الام ار اي بنسميها سولت اند بامبر، يعني ببص الاقي التيومر كده في مقضيه ومقصوره، مقضيه ومقصوره. دي الشكل بتاع ايه؟ اعرف مجال الاكوستيك دي. الحاجه الثانيه بعمل العيان ده اوديوجرام اللي هو هي السمع خلاص. المفروض ان انا عندي في حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا هو قياس السمع، مش مجرد قياس سمع ان انا بقيس الليفل اوف هيرنج، احنا بنعمل كمان معاه تيست حاجه اسمه سبيتش ديسكريميشن تيست خلاص. سبيتش ديسكريميشن تيست اللي هي درجه تفسير الكلام خلاص. يعني العيان بيبقى قاعد في اوضه بقول له كلمه بطول معين هيعرف يفسر الكلام اللي انا بقوله ولا لا، وبعمل ماتش بينها وبين الليفل اوف هيرنج لوس خلاص. الحاجات اللي بتاثر على النيرف بيبقى فيه معاها دور سبيتش ديسكريمنت حتى لو الهيرنج فايت، يعني حتى لو الهيرنج مثلا مايل وموتر سنسوري نيورا، لكن الديسكريمنيشن بيبقى وحش نوت ماتشنج وذ ذا ديجري اوف هيرنج لوس. يعني المفروض ان انا عندي المايل وموتر سنسوري نيورا اللي بلس الاقي فيه عنده اكسلنت ديسكريمنيشن، بيعرف يفسر الكلام كويس جدا خلاص. الموديل التوسيفير بنسميه كود، يعني بيفسر كلام، لكن لو جيت عيان عملت له اوديوجرام لقيته مايل تو موديل وجيت بصيت على ديسكريمنيشن اللي هو طريقه تفسيره للكلام او فهمه لمعاني الكلام لقيته افكتد، بيبقى بور ديسكريمنيشن ما هوش ماتشنج مع الديجري اوف هيرنج لوس، اعرف ان في مشكله بنسميها احنا ريترو كوكليا، يعني حاجه ورا الكوكليا، حاجه ليها علاقه بالنيرف نفسه خلاص. يبقى انا لو جيت عيان لقيت فيه عنده سنسوري نيورا والبور سبيتش ديسكريمنيشن دي من الحاجات اللي بتخليني على طول اقول عايز اعمل ام ار اي. تمام؟ بلاقي فيه سنسور يورا جاري بنص
سكان والام ار اي بيطلع لنا الايه التيومر. طبعا ديفرنشال دايجنوز تفرقوا من اي ليجنز موجود في السيربول جلوتاين انجل، واستوعب شهره كان هو الكستيرو جرانيلوما وال الاركنوكسس من الحاجات الكتير جدا اللي ممكن نشوفها. والتريتمنت هشيل التيومر. انا في عندي طبعا لازم هعمل سيرجيكال اكسجن. الابروتش بتاعي بيختلف على حسب الهيرنج. لو الهيرنج وحش بنعمل حاجه اسمها ترانس لابرنتين، بخش بشيل الكوكليا كده واخش من الكوكليا دايركت على الانترنال نفس الكلام، واقوم شايل ايه التيومر بالهيرنج كل المنطقه اللي موجوده. لو الهيرنج حلو لا ندخل انتر ترينج من الناحيه الثانيه. خلاص طبعا بقى في عندنا كذا ابروتش يعني بيعتمد على الايه الفيديو فيه. الحاجه الثانيه بنعمل حاجه اسمها جاما نايف. حد سمع عن الجاما نايف قبل كده؟ حد سمع عن الجاما نايف قبل كده؟ فكرة الجاما نايف إن أنا بدي هاي دوز أوف كونسنتريتد راديشن على نقطة معينة. خلاص؟ ممكن تبقى هي بتبقى وان سيشن جلسة واحدة. خلاص؟ بدي هاي دوز أوف راديشن في نقطة معينة اللي هو المكان اللي أنا فيه التيومر. خلاص ماشي؟ هو الفكرة فيه إن هو مش بيموت التيومر. هو مش بيموت التيومر، هو بيخلي التيومر ستيبل يفضل على الحجم ده ما يزيدش عشان ما يبداش يديني سيمبتومز اكتر من كده. بيعمل فيبروزس حواليه في الاجزاء اللي حواليه بس ما بيموتش كمان، يعني مش ياخد جاما نايف ويبقى العيان خف خلاص وبقى كويس، لا هو بيفضل ريزيدوال فيوم. عشان كده العيان اللي بياخد جاما نايف بنقول له كل ست شهور او كل سنه كده اعمل لي رنين عشان نشوف حجم التيومر هل هو ستيبل ولا بيزيد. خلاص ماشي؟ يعني دي فكره الجاما نايف. زي ما احنا زي ما مكتوب هنا هاي دوز كونسنتريت ريديو ثيرابي. طب لو عيان مثلا 65 70 سنه دي بدايه اكتشاف الورم عنده، هو عنده 65 70 سنه وتيومر صغير وكده خلاص كله ما نعملوش حاجه وميديكال انفيت لا يخش عمليات ولا ياخد دوز ثيرابي. هو طبعا عشان التيومر سلولي جروينج جيم بسرعه يعني جيم بطيء جدا فمش هيعمل العيان مشكلة أكتر لو أنا دخلت عمليات بقى وهو أنفيت فور سيرجري فهيحصل له إيه مشاكل أكتر. الأبروتش بتاعي بيعتمد يعني أنا هوصل التيومر إزاي بيعتمد على الهيرنج. لو الهيرنج حلو بختار أبروتش معين اسمه ريترو سيجمويد. أنا بخش باخد لفة يعني شفت أنا بخش بقى بلف من ورا السيجمويد وأدخل للإنر إير من ورا عشان أدخل للإنترنت في كمان. انما لو الهيرنج وحش معايا ما بسمعش طبعا قدام الكوكليا هي او مش شايل الكوكليا والفستيبيول او عندهم دليل هلاقي الكاميرا بتاعتي كانت وش اقشرها واشيل التيومر اسهل. خلاص؟ انما لا عشان الف اللفه دي انا هلفها بره لان العيان بيسمع فمش عايز اضيع السمع اللي عندي بخش على التيومر وبنقشره بشويش كده من على الايه الهيرنج. خلاص؟ اي سؤال تاني؟ التيومرز دي زي ما بتطلع او زي ما بقول لكم بس
مثال مشهور عليها وكبير جدا حاجه بنسميها كاروتيد بودي تيومر، بيبقى برضه باراجانجليوما بتطلع حوالين السيمباتيك فايبرز او الجانجليونز اللي حوالين الكاروتيد بودي، فبيجي العيان بسهوله هنا خلاص دي اسمها باراجانجليوما او هي كاروتيد بودي تيومر. مثال الباراجانجليوما تاني هو الجلومس. انا اكيد بقول القصه دي اكيد اعرف يعني. مثال ليها هو الجلومس، الجلومس ده عباره عن برضه بناين تيومر، هو كلمة بناين هيستولوجيك خلاص يعني الهيستولوجي اللي هي خصائص الخلية بناين، لكن في بعض الأنواع بتبقى بنسميها بناين لكن لوكالي أجريسيف، يعني إيه بيكبر بسرعة وبيعمل ده بالديستراكشنز اللي حواليه بيدي الانفكشن بتاعت الماليجنت تيومر زي الجلوماس مثلا. هو جلوماس الباثولوجي بتاعه هو بناين تيومر، لكن مشكلته الحقيقية إن هو لوكالي ديستراكتيف، يعني ما بيفضلش واقف وبينمو بشويش والكلام ده، لا ممكن يكبر بسرعه ويعمل لي مشاكل كتير في المكان بتاعه خلاص. الجلوماس تيومر الحمد لله كله متفهمين. الايج بيبقى من 40 ل 50 سنه. بناين تيومر لكن بيبقى لوكال انفيزيف زي ما اتفقنا، هو اللي بيعمل ديستراكشن للاكتشن اللي حواليه. هايلي فاسكولار ارايز فروم الباراجانجليون سيلز ان ريليشن تو انفيكس خلاص ماشي. طيب الجلوماس اللي ليها علاقه بالودن عندنا بنقسمه نوعين خلاص. بص ايه نوعين، في نوع بيبدا البدايه بتاعته بتبدا في الميدل ايه على البرموتري بالظبط خلاص. في عندي هناك نيرف كده اسمه جاكسون نيرف موجود على البرموتري، بيمشي على البرموتري كده، لو طلع منه تيومر في المكان ده بنسميه جلوماس تمبري لان هو موجود في التمبري الكبدي خلاص. بيبدا في المكان ده وبعدين يبدا يكبر شويه بشويه خلاص، بنسميه جلوماس تمبري. النوع الثاني اسمه جلوماس جاجولار، بيبقى ليه علاقه بالجاجولار بلب. الجاجولار بلب دي موجوده فين؟ ان ريليشن للاير الفلور بتاع الميد الاير كافيتي صح؟ فاكرين الفلور بتاع الميد الاير في الاناتومي بيبقى معمول كده في دول، الدول ده معمول بالجاجولار بلب فدي بنسميها جلوماس جاجولار خلاص؟ السيمبتومز طبعا بتختلف على حسب نوع الجلوماس ده ايه؟ وده ارايز انفيشن تو الجنرال هارت، وده ارايز تو الايه الانفيشن تو التمبرنجال والبيكسلز اللي موجوده على الجنرال. ده شكلهم يعني كباثولوجي، ده المكان بتاعه هنا ده زي ما احنا متفقين ده الجرموتري اهو، ده الميدل ايه كافيتي، بيبدا التيومر في المكان ده وبعدين يبدا يكبر يكبر شويه خلاص. على خلاف المكان الثاني بلاقي ده الجنرال فين اهو، ده الفلور بتاع الميدل ايه بيبدا حوالين الجنرال وبعدين يطلع هو ايه الميدل ايه خلاص. المفروض في هنا حته بون زي ما احنا متفقين كده خلاص. لو انا لقيت التيومر البون السيماليتنج ده انتكت والتيومر فوقها، التيومر ده ايه؟ يبقى تمبانكت صح؟ لو لقيت البونه دي متاكله وفي كوميونيكيشن بين الاثنين يبقى في الغالب ده بدا جاجولار وبعدين بدا كان البون ده وبعدين بدا يخش جوه الايه؟ ايه عندنا الميدل ايه في عندي نوعين، في عندي جلوماس تمبريكا وعندي الايه الجلوماس جيجولار. المانيفستيشن بتاعه الكاركترستيك بقى العيان عنده بلستايل تينيتس الغالب ان التراينجل هو دي البون تراينجل اللي بيسموها راديولوجيكال ساينس، ان هو بيفرقوها هل هي التمبانيكم ولا جاجولار. التمبانيكم في الغالب بتنمو لكن بره الاسهم في السكه بتاعتها فين؟ هل ان هي تاكل البون اللي تحتها ولا تخرم التمبانيك ممبرين اللي هو حته ورقه وتعدي الاستيبلم في الكلام الجروث بتاع اي تيومر؟ يمشي الكابت الاول بعد كده يخرم التمبانيك ممبرين ويطلع في الاكسترنال في الكلام صح؟ بس هو مش ممكن يبقى في كونجنتال ديليسنس اصلا في الفلور؟ ممكن. النوع ده بقى بنسميه جاجلو تمبانيك. انا ما عدتش عارف بقى هو بادئ من تحت وطلع فوق ولا بادئ من فوق ونزل تحت خلاص، بنسميه جاجلو تمبانيك. ده نوع مختلف تاني ان انا ما بقاش عارف هو خلاص هو تيومر كان جاجلار دخل تمبانيكا ولا كان تمبانيكا وخرم تحت او كان في ديهيسنس ونزل في الاكسترن في النك، فده بنسميه جاجلو تمبانيك ماشي. الكاركترستيك سيمبتومز بنسميه يونيلاترال بلستايل تينيتس. العيان يقول لك اسمع كده، اسمع بس يا دكتور اسمع يا عم مش سامع، اسمع انا سامع
مع النبض. الهارت بيت سمع ودني خلاص. فده بلستايل تنس. في عندنا حاجه اسمها ايه سؤال كده كوزز اوف بلستايل تنس. ماشي ايه كوزز اوف بلستايل تنس؟ اهمها واولها هو الجلوماس نمبر. التيومر نفسه فاسكولار هو بلاد فيزيت. ده هايلي بليدنج تيومر. ده عملياته بتبقى جحيم بجد. يعني هو التيمبانيكم بيبقى سهل لانه يعني بيبقى حاجه صغيره وبنكتشفه بدري وبنخش بتبقى حاجه اللي خلاص كده على الجلومتري بنعمل الكتل البيت بتاعها وبنشيله. وعندنا حاجات سهله وجميله قوي في الجسم. الجلومازيلولار بقى ده بيبقى جحيم. يعني لدرجه ان انا ممكن احتاج اعمل امبولايزيشن للعيان قبلها او اديله ريديو ثيرابي قبل ما اخش العمليه عشان اقلل البليدنج اللي بتحصل. هايلي فاسكولار تيومر. كميه الدم اللي جواه انسايد نوت ويل فورم. احنا عارفين بلاد فيزلز في اندوثيليوم وحواليها ماسكولار ليا. هنا ما بقاش في الماسكولار ليا بتبقى عباره عن وورد بقى حاجه فين خالص. مش في الماسكولار ليا بتاعت الدوت. فبيبقى بلس تايت العين بيسمع في وش ودانه ريجولار ويذ البلس. يعني هو صوت بلس البلس المسموع في ايه؟ في الودن. خلاص؟ يبقى بلس تايت بس. تاني حاجه العين بيبقى في عنده كوندكتيف هير النص وبعد كده كله بايسنس ريورال لو هو عمل انفيجن اللي دخل جوه الانر دي. خلاص؟ الفيرتيكو ممكن في الادفانس كيز. الساينز ده احنا بنلاقي المنظر ده برضه كاركترستيك يعني موجود في العيان ده بنسميها سان رايز ابييرنس. اجي ابص الاقي ان الشمس بتطلع من ايه؟ من الودن من تحت. خلاص؟ فدي بنسميها سان رايز ابييرنس. نفس المنظر ده كده الاقي التمبانيك ممبرين في جزء احمر ورا التمبانيك ممبرين من تحت يبقى الاقي كاركترستيك ليه ايه؟ وزي ما قلنا في الاخر ممكن في الاخر يخرج من تمارين الممبرين ويطلع في الاكسترنال اوديتال كانال الاقي في عندي بليدنج بولتس موجوده في الاكسترنال اوديتال كانال. ماشي؟ ده لو احنا بنتكلم على في الغالب الايرلي سيمتومز دي او الاوريجيك سيمتومز بتبدا في الجلوماس تمبانيكم. الجلوماس جيجولار بقى مشكلته ان هو عندي الجيجولار بالب. الجيجولار بالب ديت في عندي هنا الفورامز بتاعت السكار بيز اللي بيبقى خارج منها بقى ايه؟ اللي هو فور كرينيال نيرفز كلهم بقى من اول 7 و8 و9 و10 و11 و12 تمام؟ 11 طبعا انتوا لو تعرفوا اللي هو الاكسس اللي بينه جزء سباينال وفلوس كرينيال بينزل المهم يعني. فالمانيفستيشنز بتاعته تبقى نيورولوجيكال مانيفستيشن ليها علاقه بالنيرفز اللي موجوده حوالين الجلوماس جيجولار. خلاص؟ الانفستيجيشنز بتاعت العيان ده طبعا انا ببدا اشوف الشعاير جاي بس تايم تنتس سينكرونس ويب البلس ابص على ودنه الاقي فيه لون احمر ورا التمبانيك ممبرين. خلاص اعمل له بقى سي تي ام ار اي زي ما قلنا قبل كده بنعمل عشان اشوف البلاد بيز عشان هو لاين فاسكولار. بنعمل ممكن اعمل انجيوجرافي او بعمله ويب كونتراست. البلاد بيز بياخد كميه كونتراست كتير صح عشان يبقى الدم ماشي جوه. فبلاقي في عندي ايه ابنورمال سيجنال هاي سيجنال اتس يعني في حته معينه واخده استغلال بشكل كتير ده مش مكانها. معناه ان في عندي هنا ايه فاسكولار ليجن مش كده؟ هو الاقي مثلا هو بيجن كتير الاقيه على الكورس بتاع الجبر يبقى انا هايلي سسبيشس ان المكان ده ايه جلوماس تمبانيكم او جيجولار على حسب نوع الاكسون. طيب هو الام ار اي ازاي يعني بشخص ازاي او هي نفس الفكره ان انا بدي العيان انترا فينس داي صبغه بيحقنها خلاص وبشوف بصور المكان ده بالام ار اي. خلاص الام ار اي فيه كذا تكنيك. في حاجه اسمها تي 1 في حاجه اسمها تي 2 وممكن بالاثنين دول اقدر افرق انواع تيومرز وانواع ليجنز كتير. في حاجات بتبقى بتديني هاي سيجنال انتنسيتي في التي 1 ولو في التي 2 وحاجه بتبقى في الاثنين. كل حاجه ليها دايجنوستيك كرايتيريا بالام ار اي. الفكره باختصار بدي العيان صبغه وبصور المكان ده المفروض ان مفيش حاجه هنا بتاخد كميه فاسكولار بالشكل ده الا لو كان تيومر حاجه فاسكولار ليجن موجود في المكان ده خد صبغه كتير يبقى على طول المكان ده يبقى في الغالب دي جلومس. تمشي بقى بكورليت ويز الكلينيكال اللي انا شايفه تمام. هو الام ار اي ويز انجيوجرافي هو الموست دايجنوستيك الجلومس ايه؟ هو الموست دايجنوستيك انفستيجيشن الجلومس. هو الفكره زي ما احنا متفقين ان الام ار از بيست فور سوفت تيشو والسي تي بيست فور البون. فالام ار اشخص بيه الليجن
والسي تي اعرف منه الاكستنشن كام عظم ايه ودخل لفين ووصل لحد فين وكده. خلاص في عندنا حاجه اسمها فيش ستيجنج او فيش كلاسيفيكيشن، ده بيقسم لي التيومرز على حسب مكانها، وده اسهل نوع ده اسهل كلاسيفيكيشن، يعني كلاسيفيكيشن كتير ده اسهل واحد فيهم. فيش تايب ايه التيومر ده ليه من الايه، فيش تايب بي التيومر هي المفروض ده ليه ايه من الماستويد، فيش تايب سي التيومر دخل انفرا البرتايم انفرا لابن، وفيش تايب بي التيومر كل الكلام ده. طيب التريتمنت بتاع العيان ده هنعالجه ازاي؟ هنعالج العيان ده ازاي؟ قلنا اول حاجه بنعمل سيرش تبسيطا خلاص؟ وزي ما قلت لكم ان هو بيطلع لي فاسكولار تيومر، لو التيومر انا شايفه بالاشعه كبير جدا فاكر العيان ده الاول يا اما بعمل له ايمولايزيشن قبل. على فكره الايمولايزيشن ايه؟ هي نفس فكره الانجيوجرافي، انا بشخص لقيت في عندي فاسكولار ليجن موجود في المكان ده وبيجيب لي بلاد فيزلز، وانا متوقع ان انا لو دخلت العمليات انه هيجيب دم كتير. ففكره الامبولايزيشن بدخل بقسطره زي قسطره القلب كده، نفس فكره القسطره بتاعت القلب، بدخل بقسطره خلاص لحد ما اوصل للفيدنج فيزلز بتاع التيومر. كل تيومر بيبقى ليه فيدنج فيزلز، يعني شريان بيغذيه بشكل كتير، فادخل على الفيدنج فيزلز ده سيلكتيف واعمل امبولايزيشن، بحط بحقن ماده معينه تقفل لي البلاد فيزل ده خلاص، وبعدين اشوف لو في فيزل تاني برضه اعمل فيه امبولايزيشن. الحقيقه ادي صبغه بعد كده الاقي التيومر ما عادش ايه؟ ما عادش بياخد، اعرف ان انا قفلت الفيدنج فيزلز، اقول للجراح هات اتفضل شيل بقى وانت ايه؟ مطمن خلاص؟ يبقى ده ايه سيرجيكال، والاكسجين بنعتمد برضه سيرجيكال ابروتش على حسب الاكستنشن بتاع الايه التيومر. لو عيان التيومر كبير جدا ومش هقدر اشيله، لو شفته فيه يعني خطر على حياه العيان، مثل عندي ريديو ثيرابي نفس فكره الجاما نايف، ان انا بحاول ان انا اعمل كنترول اخلي الورم يفضل على هذا الوضع وما يزيدش ايه؟ اكتر من كده. تمام؟ كده احنا خلصنا؟ هتعمل سؤال؟ على حسب السايز بتاع التيومر خلاص؟ ممكن في الناس اللي هم بيبقى تيومر بولومس تمبانيكم على قد الميدل اير بس وحاجه صغيره، انا بدخل كمان من جوه الود من سمية ترانس تمبانيك، بدخل من جوه ودان برفع يعني برفع السكين بتاع السكين الجنان وبرفع تمبانيك من برين، بشوف التيومر كده حاجه صغيره قدامي بعمل له كوتري واشيله خلاص؟ ده السمبلست ابروتش. ممكن بحتاج العيان بعمله بقى ترانس سيرفايتال، بفتح على النك هنا وادخل بقى كومباين اشيل اللي في النك واعمل ماستروديكتومي واخش جوه الانر اير، على حسب السايز بتاع التيومر بختار الابروتش بتاعي. ترانس كمان لو تيومر ليميتد للميدل اير ممكن اعمل ماستروديكتومي، لو تيومر للميدل اير والماستويد، لو وصل للنك نعمل حاجه اسمها فيش سي ودي، هي ابروتشز بدخلها عن طريق النك، بفتح بقى انسجن في النك خالص من هنا بخش بالسكال بيز من تحت واعمل معاه ماستروجيكتومي. طب مش هنعمل هو صغير ما عملتش يعني مثلا الرسمه ده اهو ورا التمبريك من بريك وانا شايفه انا بدخل يعني اللي احنا بنعمله بالظبط السكين بتاعك هنا مفروش هنا جدا مش كده؟ بعمل انسجن في السكين بتاع السنة دي الكلام وبرفع السكين من على الجود لحد ما اوصل في الملك من بريه واقوم قايل الملك من بريه لقدام كمان. يبقى انا كده دخلت جوه الميدل اير. بلاقي تيومر قدام مشي ده في سمول تيومر. خلاص؟ نسميه ترانس. حد ليه اي سؤال؟ ممكن. احنا السيمتومز قايلين فيها ان هم بعدين بيخشوا هيرنج لوس. ممكن كوندكتيف هيرنج لوس لان التيومر نفسه هيمنع حركه الملك من بين، ممكن كوندكتيف هيرنج لوس لو حصل ايروجن للاوسكت، ممكن يبقى في سنسور نيورال هيرنج لوس لو هو دخل عمل انفيجن للكوكلي. انا عايز اشتغل بقى. النيرفز اللي احنا بنقولها دي مش مهمه، هو الاوريكولار برانش الاوريكولار نيرف نومس جاجولار او الجاكسونز نيرف مش ليها او سميت المانيك نيرف بلكسس مش بالاهميه اللي هي هتعمل لي ديسابيليتي. كل الكوز اللي بتعمل هايبر داينامك سيركيليشن، كل الكوز اللي بتعمل هايبر دايناميك بدايه من الهايبر تنشن البريجنسي الهايبر ثايرويديزم
الانيميا خلاص كل الحاجات اللي بتعمل هايبر دايناميزم. الحاجه الثانيه الجلوكوما زي ما قلنا. الحاجه الثالثه لو انا عندي احنا عارفين الانتيريور وول بتاع الميدل اير بيمشي فيه في الكنال بيمشي فيها الكاروتيد. لو الكنال دي دهيسن دهيسن كاروتيد الكنال هيعمل فاسفانتلس خلاص. حاجه اسمها فاسكولار لوب بس لو سمول جلومس يبقى تنتس بس بتصير تنتس بس. لو لارج تيومر وعمل بقى ايروجن بروسيس او كده ايه بيبقى في عسل سمول. تمام. في بقى فاجينال تنتس في حاجه سنكرونايز بالبلس وحاجه نان سنكرونايز بالبلس. يعني هو بيسمع نبض قلبي زي الحالات اللي احنا قلناها دي. لكن في انواع ثانيه بيسمعوا تكس زي صوت الساعه. ودي احنا بنسمعها معايا يعني العيال بيسمعها واحنا بنسمعها. تيجي تسمعها جنب ودنه كده هتلاقي زي صوت الساعة بالظبط في ودني، مالهاش علاقة بالباز، ده بيحصل فين؟ سباز بالمصر موجودة في الميدل إير زي إيه؟ تنسر تنسر المناية الأشهر، تنسر المناية ماشي؟ والناس اللي في عندهم بنسميها ثلاثة مايكرون يعني زي مصر سباز ويتش بتحصل في التنسور المناية بنسميها تنسر المناية مايكرونس. هي بقى دي بتسمع كله كده بس الساعه بالظبط بتسمعها شويه او ثلاثه المايكرونس اللي هي بتدخل بلاتاي مصر الاليفيتور بلاتاي مصر اللي هم بيبقوا ماسكين في السكند فيو برضه بيحصل فيهم تكس هيتنقلوا جوه الود اللي عايز يسمعوا مايكرونس مايكرونس. لا ما بيبقاش نمبر 16 بيبقى نمبر 16 نمبر 16 هي اخر محاضره.